مرحبا، معكم رضا عازم من كامبوس اكاديمي. في هذا الفيديو مش راح احكي عن موقع ايباي او دروب شيبينج او امازون. اليوم فكت الصبح وقررت انه اليوم راح يكون يوم عطله واقضيه مع عائلتي. انا اليوم مع امراتي ملح عازم واولادي توم امين ونادين وبن اختي عبد الجبار. قولوا هاي. إحدى الأسباب الأساسية اللي خلتني أدخل مجال التجارة الإلكترونية والعمل كمستقل هي المرونة في الوقت والتحكم في الوقت بشكل كامل دون أي قيود، وأنا المسؤول عن وقتي وأنا بقرر وينت بدي أشتغل وينت لا. لا يوجد أي شخص بقرر لي وينت أعمل وينت راح أنهي عملي. اليوم أنا في مدينة تل أبيب وافتتحوا مدينة ألعاب ثلجية كبيرة الأولاد الصغار، بما أنه الأولاد في فترة العطلة المدرسية شفت أنه هذا الوقت المناسب لأوقتهم يلعبوا ويمرحوا. إن شاء الله يمر هذا اليوم على خير. مهم جدا النظام بحياتكم اليومية وأنكم تعطوا كل شيء حقه. حسب رأي العوامل المهمة يلي لازم نعطي حقها كما يجب هي أعمالنا، عائلتنا، أصدقاؤنا، وحتى هواياتنا وصلاتنا. بكفي تخسر واحد من هذه العوامل رح تشعر نقص معين بالحياة. كثير شفت أشخاص بنغرسوا بأشغالهم بيهملوا عائلتهم وبالتالي بصير عندهم مشاكل بالدار، أو بيهملوا أصدقائهم بعد كم سنة بيشوفوا حالهم وحيدين وأصدقائهم تركوهم أو ما بيمارسوا الهواية اللي بيحبوها وحارمين حالهم. حسب رأيي هذه العوامل التي ذكرتها هي أساس السعادة في حياتنا، ويجب أن نعطي كل واحد منها حقها. وهيك خلص اليوم، انبسطنا كثير وقضينا وقت ممتع. وأخيرا نصيحتي لكل شخص يلي مشغول دائما بشغله بأعماله أن يفيق على حاله قبل ما يفوت الأوان، وما تنسوا تضغطوا سبسكرايب على القناة وتفعلوا زر الجرس لتجيكم آخر أخبار التجارة الإلكترونية. رح نشوفكم بالفيديوهات القادمة وشكراً.